والرصيد انزاد هذا كسب دين باللي فايلقى وجيه مسفرات. يا هلا ولا الهلا باللي يجينا، يا هلا ولا الهلا باللي يجينا، يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا، يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا كذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعام فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم ما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا فجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب كان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أنا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء بارزة وحشر ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا.
فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدانا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان وأن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقا. قال أخرقتها لتغرق أهلا لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله. قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا معي صبرا. قال فإن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حامية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. وما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى جزاء الحسنى. وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. على بندر احنا نجي. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا اتخذوا آياتي ورسلي هزوا.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا إله إلا الله استغفر لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك بندب من صحاك؟ لا اتحداك ما صحيتوني ساعة سبعي صحاك صح؟ والله ما صحاني حتى والله صد؟ يو خذ نعود ذاكر عن جنب الظهر ذاكر وتطلع منه ان شاء الله سهل طردهم بس يسمع لي سمع لي شنو الكتاب ها كتاب وش التسميع تسميع لا تسميع زين
صل انت تعال. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. استوى استقيم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام تبارك الله. السلام لا جالس شوفي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. عن أبي بكر، عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته يسكت، حتى قلنا ليته يسكت. متفق عليه. العقوق إذا قطيعة، حتى قلنا ليته سكت ولا يسكت، ليته سكت. طبعا قطيعة الرحم هي من الكبائر، فما بالك إذا كان الوالدين. يعني عقوق وقطيعة رحم، أعاذنا الله وإياكم منها. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم. إن جبتها أنا فلا لا تمل. سلام. اللهم صل وسلم. خلنا نتكلم، أنتم لازم تستمعون. أسلم. أنا ما الظهر قاعدين ولازم تستمعون على كيف. صح. على كيف؟ احنا الثلاث. احنا الثلاثه من الظهر قاعدين زمام البث. انت جيت اخر البث. انا جاي اخر البث الذاكر، وجاينا ماسك مصطفى على فحم، جاينا ماسك اوراقك. اساس بدهنا على بيت الله. السوالف في بيت السعود ولا بمدرسه هناك؟ بيت الله ما هو محرم. لا بيت
سمعتم سعد يا منيف منيف والله اني اشوفه شو ظلك لا تفقع عيني انا جاي يا منيف عمار يا ذا ما قاعد يا منيف انت قذيب تقعد عمر الملحر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ابو فيصل ما انت مذاكر تغدى في غدا منيف منير وش الغداء؟ في غداء؟ في غداء اليوم وش؟ ولا خليه شوي؟ صح محمد الدين لا خليه خليه شوي 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 طيب يعني وانت بردس؟ محمد الدين بعد نص ساعة وانت بردس؟ والله اللي تبي يا بعد راسي راح ادخل مذكرة والله اني راسي اوجع من ذكرت اليوم؟ يعني حصل لي ساعة اقرا واكتب عرفت؟ ساعة؟ ساعة با سينا ساعة هلا؟ سينا وبالليل تخبر حنا بالليل أفضل شيء يا أخي أنا ما أترك عادتي والله ما أترك وش؟ ما أذاكر إلا قبل الاختبار بيوم أو قبل الاختبار بكذا عرفت؟ وسبحان الله ربك يريد إن بس طبعا الأفضل إنك قبلها بأربع خمس أيام إن شاء الله عليك أنت حفظك على طول والله أنا إني وسط يا أردد الكلمة 20 مرة يا ولد تعالى سمعوني أمسك العام أين تم تسجيل أضخم انفجار كارا كاركتوي كارا كاركتوي ايه ايه كاركتوي كذا يعني كذا اسمها يا سالم يا خالي الرجال صاحين الرجال جازي هريني لي غدر يا ولد الرجال قاعدين يتحرون استغفر الله استغفر الله العظيم كان راجلي غد الراجل 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 الرجال غدي رجال سالم سالم الله هني بتنام انت بتنام شو وضعك شو وضعك تعال تعال خلنا نسألك تعال خلنا نشدك وين انا بجلس جلسه كارديال شكلي ولا لا هنا 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 في المركز هذا حق ركن القصيم لا اله الا الله يا كريم طيب وين وصلنا طيب بعدين ما أكبر غدة في جسم الإنسان سؤال 11 لا في أي مدينة لبنانية يقع شلال الشالوف مدينة لبنانية أبو غنى جزين جزين سكر محمود بعدين خديجة جنين السيد بن حضير إنهم إلا يخرصون الكذابون أبيض الكيضاوي معروف منظمة الصحة العالمية جنيف أوكي تسمى جوبا يافا ما المدينة التي
كانت تسمى جوبا في مدينة يافا. تمرون تكفون خلي ما تمرون على من دون هات 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 محمد العثمان من دون على من دون محمد العثمان من دون المركز الأول محمد العثمان من دون الله يسمع منك فبهالجمعة أني المركز الأول من دونه يعني ما يوصله لا حال من دونه المركز الأول محمد من دونه شاه ترى لها وجهين المركز الأول محمد من دونه يا من دونه أنه شنوحك أنا شنوحك علي غالي ينبونه غال لا لا غالي ينبونه ها وزير ما تنصبون ليش يا اخوي بيها اليمن الثاني هو اللي حايسن علينا ليش يا اخي والله اقول احي لو تبين ينصب لك يومين ما عندهم انسانيه في منظور قال المثل بالوفاء بس تعال تبون والله العظيم تدري بقول لك شيء يوم شفت السيوف في البيت الشعر وشفت ذكرت الافلام البدويه قلت يا الله بكره نسوي حركات افلام بدويه هرجاء الحرب طيب ايش رايكم يا عيال؟ تبون ينصبونه؟ بينصبونه؟ يقول تبون ينصبونه ينصبونه. قول له كلم الاداره. الاداره ما عندها مانع. ما عندها مانع يلا نبغيه. ما عندهم مانع جل. والله انا نبغيه. بغير على الاقل شوي نفسيا. هذه تدري ان هي يعطي كتلوجيات للنفس. سعد. وين؟ لا 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 لكن تغيير تغيير من حب التغيير لازم اغمز عشان تمشي الامور اغمز طر خلي اطلع لك غمازه بعدين اغمز فوق 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 خلي طير وجه فوق خلي طير وجه فوق والله تبي يمي والله تبي يمي فوق تكفى منيف انا طالبك يا منيف واحده ثانيه عليه 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 انا طالبك ذاكر من ورانا يا عيال انا طالبك ذاكر من ورانا يا عيال انتم تبغوني اسطح الكرة صح؟ لا 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 والله نسطح كرة لا لا ايش؟ هدية جمهوري الرالي رحت للإدارة قلت لهم بخصوص الحليب اليوم غلطت في الاسم و سموش حليب الدولة سامحوني يعني في الخصم قالوا نسامحك في هذه ولا هذه؟ قلت لهم هذه قالوا يوم كان الأذان عند هذا أذن بالغلط الهوى كان عندك وأنت تشهر على العالم تقول السلام تجيني من هنا ولا من هنا؟ هذا بديع الزمان تدري اني ما اعرف العب كوره طيب ارفع ذوقك ارفع ذوقك صدق يا عبد الله بن دفنه شفت عبد الله بن دفنه بخبرته هذه كلها ما يعرف يلعب كوره تصدق قاعد احنا ما شاء الله الحين لا والله سعد ما شاء الله عليه سعد ما شاء الله انا لا ولا داد هنا 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 راس 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 ارفع ارفع مع ان كثير يقولون شكلي هداف هداف حرب انت ما شاء الله والله شكل كثير يقولون شكلك هداف ابو فيصل شوف شوف محق ضربه هنا يا اخي قويه الكوره قاسيه ما فيها انسانيه بن دفنا مارادونا شنقه الله كنت اصكها بصدري اوك ما تروح رجلي يا ولد قلت واترك يا بن دفنا سعد سعد حال من دون حلوة انت بنظاراتك موت انا خاشت في وجهك خلت وجهك مسطح الله لا اله الا هو والله يا قوية هي جدا قوية تعال لا لا بدون والله تصلح الكابتن ماجد ها تصلح الكابتن ماجد الكاميرا انت الكاميرا انت انت مصيبة مقرود انت مقرود بيكسر الكاميرا فوق راس 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 حلوة والله عندك راس ما شاء الله آه لا ليت هالزمان ويعود يوما الكابتن ماجد كبيره بما فعل يعدي من الاول يعدي 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 والله شكلي خرطي يعد ولا خر ما اقتنع بنفسك والله شكلي خرطي اي والله بجرب تعالوا كلكم ضدي
ويعدي من الثاني. يلا من وين الثاني؟ هو يعدي من الثالث ويعدي من الرابع ويعدي ويعدي ويعدي. انا خايف لا طير. تعال طيب انت. نعم طارت. طيب انت. كابتن ماجد وشو؟ يلعب ببطنه برجله هذاك اي شيء. يلا يا سعد. لا لبنان. شو اسمه؟ ليبيا. لبنان. لبنان المفروض تقول البلد العربي. لا مو مكتوب. هو المفروض اصلا في كثير. عندك عجل والله انها حلوه راسيه. ما يعرف يلعب والله شكله. يلا 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 عندي لكم لعبه. يلا نلعب قواطي. اي قواطي. يلا العب كل واحد يلعب قوطي. وش نسوي به؟ انا المكره. قل لي وش نسوي به؟ العب قوطيك الحين. العب قوطيك. شوف قواطي واجد. هذا قوطي به منيف. ها شو عبي هوش؟ امي تشوفنا تهاوشنا. ليه؟ عندنا اختبارات ما ذكرنا. اي والله انا صادق. يلا. ها هات هات الكره من هني. شوف هذا الدفور مذاكر وجاي. هذا مذاكر جاي يلعب ترى. حب ماي يخربنا. حب ماي. هات يا هات يعني. ما هو اسم ما هو الضبع. ابادي ماك البندر. ها؟ ما هو تبي القاروره يا بابا سعد. الوجار اللي انا اخطيت فيه وبعدين صححها لي. اخ يا سعد. وشو وشو وشو؟ انت المفروض يركبون لك شيله اخذ حقه بدل وش 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 وين دقك شو يا رجال؟ عوافي اجابه غلط وصححت. ما بدانا هياط ذا اخذ حقه بدل السؤال وشو؟ ما هو اسم ماء الضبع؟ ايه هذا غداهم يا سعد. ها؟ ايه شوف شوف خليه يشوف. غدا هنا ولا جوهنا؟ لا لا قسم بالله. وش؟ غدا هنا ولا غدونا احنا؟ اي ينتظرون اللحم حق هذا يا اخي. هذا شو يبين؟ روح خذ القرو روح حطه بالزاويه هنا. اخذ حقه بدق. لا لا غدا غدا الذهلي نبي. الذهلي ما نطلع المغرب يا صاحي. هذا يمكن رز بس. يا سلام. طيب رز حاطه لي من الحين يتسس. هذا شو اسوي بهذا الثاني؟ عطى 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 سعد. هذا اول شيء. هلا والله. والله ما قصدي. لا 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 ما قصدي. ما يقصد ما يقصد. ما يقصد. الرجال يحتاج يحتاج قرو. انا احتاجه. سالم جيب القرور جيب القرور خلينا نلعب. تغير وش اللعبه؟ وش اللعبه؟ هو الوفاء وقد الصديق وانقطع يا طب وش اللعبه؟ كل الاقوال كتبتها حتى السهل الصعب. اروح جيب القرور. قوطي انت. اروح جيب القوطي. وش اللعبه؟ قل لي. تعال اوريك. تعال اوريك. اعطني تعال عب عب مويه سالم عشان تعال. قل لي لحظه لحظه الحين. ناظر معي ناظر معي. واحد يقعد هناك لي بشرتي حساسه. خلاص بشرتك حساسه. يلا تعال هنا يا. والله مع انه شكلي ما يوحي بشرتي حساسه مره. اسمع مسوي تقشير الحين. انت قدر انت عندك القرور ذيك. انا عندي هذه لي وهذه لسعد. وين سعد؟ انا قررت. قدمه قدمه سعد. لا دقيقه دقيقه كان خليته برا. لا جوا انا اعلمك شلون جوا. يلا الحين الكره بالاجداها هنا. كل اللي يتقدم ياخذ الكره. ايوه انا صوبت على الاجداها نحطها يعني. صوبت الكره على قروره سعد. طاحت قروره سعد يطلع برا. اطلع الكره طلعت برا الدائره هذه اللي سددها اخر واحد يطلع برا. يلا عرفت؟ يعني. بس نقدر نركض على الذي وين؟ اروح له ركض هنا هنا بس ما تطلع برا الدائرة على اساس انك تركض. حاول انها ما تطلع برا الدائرة. يلا سهل. برا 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 ما ودي اطلع من دفنا برا على طول. نظامها كذا. ايه الكرة طلعت برا تركض. بس صعبة كذي. لا هذه راسية ترجع من دفنا. بتعاون انا وياك. بتعاون انا وياك. يلا على قرورة سالم. ها يلا عطني اياها. كلكم عرق بعد. يلا خل التعاون ينفعك. يلا من دام لك صوب زين. فوق فوق الكره فوق فوق. خلاص اخر مره. ايش رايكم؟ اخر مره انا وياك يا سالم. يا الله يا سالم. خلنا نتقابل الحين. احط نتقابل ولا خليه محله؟ لا خليه محله. لا خليه خل اللعب مفتح. يلا 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 لان الدائره ضيقه جدا والكره كبيره. يلا يلا ما يردها كره شيء. ها بس لا احد يروح يحاول. هنا 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 يا سالم.
يا ولد هنا هو ناوي من داخل. طيب عطنا تعاون انا وياك يا خاين. خيانة خيانة. يا قليل من دمنا برا يا قليل. دقة ولا تكمل؟ لا لا بلا 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 بلا. سعد سعد ها سعد كف علي. لا والله لا لا يا سعد. انا عقلت سعد سعد. خل 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 يجي خل يجي خل يجي. ايدي برا سالم سالم برا سالم طش قررته ليه هو طش قررته سالم سالم راح يبونك برا يا سالم برا سعد 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 عاد اثق فيك ها سعد لا يا بندر لا حيل الراس يا بندر حيل الراس يا بندر لا مشيت أبعد صح حسن هلا بلال سعد 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 وراك سعد الله يحمد سعد سعد لا تطلع لا تطلع خلي لا خلاص بتعاون انت حليه تعال يا سعد باجي 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 دق دق ودي اسك أبوريك نظام قديم ضرب أجدار إيه ضرب أجدار تروح لك أوه قرور دي أوه ما في أحد هنا خيانة هذه خيانة هذه اثنين قدم هذا النظام خيانات خيانات عادي أبلش سلام بسرعة يا سلام اجين 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 بصراحة كلكم ضدي كلكم ضدي ترى ما هي شجاعة بس مصطفى اللي في راسي قاعد يقول لي لا اوه تبت اصغر شهداء اي اصغر شهداء عمر بن ابي العاص ابن ابي العاص ابي العاص ها تحذف ايش هو
ايوه ايوه الكاميرا الكاميرا أيوة. الكاميرا الكاميرا الحمد لله. اللي في السجن اليوم من؟ ردها يا صبي. ها؟ اوف تغديت منيف؟ لا تغدى؟ الله لا يعمينا. ليه وشنو؟ بسم الله على المنقل. الان انتم ما تعطوا وجه يا اخي. احنا جالسين نلعب هنا، انت اللي جيتنا. اوه يا رجلي. طير طير طير. ترى اعطوك عين يقولون بسم الله على المنقل. راحت كورتك يا منيف. واو كم نيف يا قردك. الله يقلع بيش. مقرود الرجل تمشي روسها في ذيها. والله انك مقرود منيف. روح روح روح. طيب خلوه يطهر يا دكتور. لا تروح بعيد. تعال تعال دكتور. دكتور محمد بغداد استاذ. الله يصلحك. دقيقة شوي. الله يصلحك يا منيف. بيجيك ايه؟ انت تدري وش مثال للقرادة؟ وانك هو هو المسعود ما ادري ايش كذا. والله يحب يقرد روحه هو هو بنفسه. الله يصلحه. بس هذه كلها. من يضرب به المثل في الكرم عند العرب؟ حاتم. من يضرب به المثل في الكرك عند العرب؟ صح زين. الزهيري الزهيري الزهيري. واضح واضح انه. ما هي البيعة التي بايع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابه تحت الشجرة؟ الرضوان. صحيح. يا اخي منيف مقرود والله يا مشات هذه دمان وما ادري ايش برجل. بس خفيفة خفيفة بس انه يا اخي مقرود. راح المستوصف ما ادري هنا العيادة اللي في القرية. شات هذه حق اي والله روح راعي لو لا بسيطه بس انه مقرود انا اقول يعني عرفت هو مقرود الله يصلح. روح راعي لو راعي لخويك لازم تكتبه بيتين. يضرب به المثل في الكرم عند العرب. من هو يضرب به المثل في الكرك عند العرب؟ صح. وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. صلاح الدين الايوبي. لا 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 علي بن طالب. لا لا شو اسمه لا. لا 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 انت لا تقول اللي انت عارفه اصبر. ابو فراس ابو فراس الحمداني. في شيء في كلمه قالها صلاح الدين الايوبي هنا ترى. بطوله كاس العالم لكره القدم عام 1986 مكسيك. مكسيك مكسيك مكسيك. فصيلة الدم الكريمة معروفة. لا يا لا او زايد الدم او زايد اللي تستقبل اللي تستقبل اوكي ولا اللي كانت تستعد. لا تستعد لا تستعد اسكت. من هو الذي جمع الناس في التراويح؟ عاد سهلة هذه. عمر بن الخطاب. ترى اذا سألت احد انت تستفيد وهو يستفيد اكيد لان كنت تسأل تحفظ. نصر الطعام. ما هو طار اللبون؟ هذه ما وصلت لها انا والله لسه. ما هو طائر اللبون؟ شو؟ طائر اللبون. طائر اللبون. تي فاش. خطأ. في بحيرة عذبة تقع في جبال الأندلس بين بوليفيا والبيرو. هذه وش اسمه؟ النهر العذب. لا البحيرة العذبة اللي تقع بين بوليفيا والبيرو. هذا تيتي كاكا. تيتي كاكا. لا تيتي كاكا. تيتي كاكا. تيتي كيتا. تيتي كاكا. كوتب كيتا. تيتي كاكا. لا لا جاوب أنت خليها سوي الجديد. ليه ليه أنا بجاوب. عاد ما سكينة سكينة سلام. هلا سكينة ما شاء الله. إيش رأيك بالطلاب المجتهدين اللي ذاكرون؟ حبيبي الله يعزك. زينت بس ترى الصوت عشان أسمع. ما لا لا. لما تجيبه ذكرتك تسمع. والله انه موجود في الدولاب ونبغى تجيبه لكن طريقتك. من الصحابي الجليل الذي لقب بالشهيد الاعرج؟ عمرو بن جموح. عمرو بن جموح. انت سكيل انا ما شاء الله. اضبطكم الحين. من ما اسم الطائر الذي صوته يشبه يشبه كاكابورا. يشبه الضحك؟ نعم كاكابورا. في أي جزيرة تم تسجيل أضخم انفجار بركاني في العالم؟ كارا كتوة. كارا كتوة. كارا كتوة. كتوة. كارا 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 لا كتوة. أيوة كاركوتا. كاركوتا. كارا كتوتي. كارا كارا كوكوتا. كارا كتوة. كارا كتوة زي ما قلت لك كتوة. قصر فرساي وين؟ فرنسا. صحيح خذها من الاسم فرساي فرنسا.
اللغة الرسمية في المكسيك؟ إسبانية. ترى في المكسيك يكون بعلمك في المكسيك وفي الأرجنتين. ما في البرازيل بس. كل أمريكا. دولة أوروبية تسمى بالبلد الأخضر. فنلندا. فنلندا. لغة النمسا. ما شاء الله. لغة النمسا. ألمانية. ألمانية. ما شاء الله عليك. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. وش تبي؟ وش تطلبني له؟ من القائل صنع وشو؟ اصنع فخرك واحطد كبرك واذكر قبرك فإن عليه ممرك. من القائل شاعر ولا صحابي؟ علي بن طالب. انت انت تضار اي قائل تقول علي بن ابي طالب. هو علي بن طالب غصب عنك. غصب عنك. اي لانك شايف السؤال توك شايفه هنا. والله ما جد له. بسم الله. اكثر اكثر المقولات اللي فيها خاصه الصحابه اكثرها توعوضيه بس والله العظيم بعد صلاه الفجر مذاكره. اي بس لما تكون نايم. صلاه الفجر وانت ما رقدت ما ينفع. ارقد. قم الصبح ذاكر. في هذا الحدث يعني صلاة فجر انت من امس صاحي لا بس انا راسك انا ما كان فيني النوم والله ما اقصد كان فيك نوم ولا كان فيك نوم المقصد انك تكون توك قايم من النوم والصباح عمر يقول لي ما قلت السالفه اشغلوني اي اعطيتهم وضع ذاكر عطني عمر طيب من القائل الدنيا متاع وخير متاعها المرء الصالح الرسول هذا ليش سألتك هذا ما انساها اخطا فيها عبد الله بن دفنه في اي دوله يوجد جبل فوجياما في اليابان من اسمه صار واضح يا اخي صاحب كتاب الدر المنثور في التفسير المأثور ابن الجوزي لا السيوطي سيوطي اصبر يا اخي لا تستعجل انت لا تستعجل السيوطي في التفسير واذا جاك التفسير ولا القران كتاب ما عندنا الا ابن السيوطي في القران وفي التفسير خطا في ابن كثير وفي ابن كثير مسند حتى التفسير البخاري في المسند صحيح مسند ما هي القناه التي تصل بين البحر الابيض والبحر الاحمر ايوه هذا انا اخطيت فيه تحداك يلا ما هي ايش ما اسم القناه التي تصل بين البحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط السويس خطا قناه البدايه والله ايش تبي انت وش تاخذ فيه؟ امس اسال لا في سؤال انا اخذت فيه قبل ها؟ وفعلا سويسرا العمله المستعمله في رومانيا لك انت ليش تستعجل؟ مو لك اصبر رومانيا تستعجل. رومانيا اصبر حطيت فيها انا اذكر مو لك الدراخما وهي الليو الليو ليو 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 ميسي الدراخما اليونان الدراخما اليونان انا اخطيت فيه وقلت عاد كل شيء الليك لكيف الليك وش بس حظ الليك زين انت ثالث اكبر جزيره في العالم ثالث اكبر جزيره هونشو في اسيا يا اخوي هذاك اكبر جزيره في اليابان ثالث اكبر جزيره في العالم واكبر جزيره في اسيا بورنيو 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 صحابي جليل امره النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم لغه اليهود في زيد بن ثابت زيد تعلم 15 زيد بن حارثة هي ترى صح زيد بن حارثة احنا امس عدلناه زيد بن حارثة اكيد ايه امس عدلناه زيد بن حارثة لا زيد بن حارثة هذا يا طويل يا اخي يمكن كذا يمكن كذا خلني اتاكد بعدين يلا اصبر الذي ذكر اسمه صريحا في القران هو زيد بن حارثة اوكي من هذا اللي ذكر اسمه صريحا في القران ها زيد بن حارثة طيب واما بالنسبه لل تعلم لغة اليهود خلال 15 يوم اي 15 يوم هذا زيد بن ثابت انت عندك معلومة مصادر ولا تبغانا نتأكد بعدين لا والله هذا الموجود عندي لكن قاعد انصب عليك لا والله ليش اقعد يلا قول كمل اديت في كم عدد عيون النحلة؟ خمس خطأ سبع مع عيونك ترى هذه سهلة بس عرفت عشان هذا خلاص برمي سير ذاك سهل سهل لا الجراثيم في الهواء
من أول مكتشف النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما معنى كلمة الفسطاط في اللغة؟ الخيمة. بين بين بيتي تي كعكة سوق يترى سورة الطاعة. أنا مالي خلق ألبس أمرو بن جماح أمرو بن جماح. من أول طيب من أول من لقب بذي الشهادتين؟ ذي الشهادتين نسيت اسمه. ابن ثابت الأنصاري. خزيمة. خزيمة بن ثابت. هي بنت ثابت. هو صح ترى عليك ابن ثابت بس اذكر اسمه الأول. اذكر اسمه الأول. أنا عارف اسمه الأول. جيب اسمه الأول ولا على الجواب؟ أنا جايبه. هذتين طيب يا بعد ما قالت عطني اسمه كامل اقول يا بعد راسي بس هلا ابغينا تكلمون الدوافير ما شفت الصار لا انضبط هذه شو تكره شو بدك تطلع وش اسمه منيع لا بسيطه يا رجال ما بك الا العافيه ان شاء الله بسيطه بسيطه امشي 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 دوري الدوافير امشي دوافير امشي يا بجي ما 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 ماشي عرابجة احنا ما احنا عرابجة احنا عرفت اللي ذاكر ويجي يقول ما ذكرنا يا عيال الله يعين اختبار لابس الكتاب منين حافظين منين عرفت اللي ذاكر بالليل نام بدري يقوم الصبح يذاكر لا جاء ظهر قام اخوياه ثم قال والله ما ذكرت وش اختبار لا وش اختبار ما ادري وشو وش المادة يا وش المادة بقول الصاد انا انقل كتابي لي يومين او ثلاث ايام وكل ما لقيت احد يذاكر تعال سمع لي لا سألني لوني غلطان بسؤال أجيب 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 لكن في أسئلة هي المهمة ما أجيبها حافظ من هنا وتروح من هنا نشوف الدوافير بنسألهم وين أسئلة ذكرتها يلا خلنا نختبرها عندنا واحد ما شاء الله عليه سكيل هذه ذكرتها صح؟ وش هي؟ هذه طيب أول صفحة لا معا لا لا من أعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ معاذ بن جبل ها؟ لا شوف طيب دقيقة شوف واحد صعب ما المدة التي تستغرق شجرة سنة 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 لا أصبر يا رجل سهل سهل لا هو الآن هو قال لي أنا يلا أنا قال لهم أصبر يا رجل يا أخي ما مدة قياس شدة الصوت ديسبل يا رب أصبر 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 بجيك بجيك سهل سهل لا سهل سهل بيطلع لي إلا بيطلع لي صح هذه هذه ما جاها 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 صح ما ذكرها ما لا هذا أصبر أصبر ما لقيت لا في أي جزيرة تم تسجيل أضخم انفجار بركاني في العالم؟ خطأ. خطأ. أنا نسأل عمر لأن عمر قاعد. لا هذه ما بعد أجيها. والله مخطط عليها. مخطط عليها يعني النصاب يتذوب رمح. اللي قبله. دقيقة. متى تم إنشاء مجلس التعاون الخليجي؟ مدينة والساعة كم؟ أجيبك من باب التواريخ. الساعة 9 بالليل. اي مدينه والساعه كم لا انا اقول الساعه 5 العصر لا تجا لا 5 يا ابوي انت ما كنت جيت 5 العصر في 1981 ابو ظبي ايوه كم كم 1981 ابو ظبي الله يرحم والديك احنا والله اسف خلاص من عمر بن الحمد يلا في وين في وين عام 1981 في ابو ظبي اي حي ابو ظبي فحي ذا العز خلاص من دفنه كان فيه لا من دفنه وكجا متى اصدرت اول عمله سعوديه عام 1342 طيب ما اكثر اللغات الاوروبيه تاثر باللغه العربيه ايش مالطيه أكثر. يا اخي يا حبيبي انت اسمك بندره علي هذا عمر بنجيك بنجيك اصبر اصبر ترى هذا هذا طبعا هذا هذا ما شاء الله عليه هذا ما شاء الله عليه شاب انا نسيت تدري عرفت الشاهي مو بتحط شابوره معه لكن هذا ورقه الاسئله يلا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما هي السرور الموضونه هي السرور المنسجة بالذهب خطأ 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 المنسوجة بالذهب من صاحب كتاب أعظم 100 فكرة؟ صاحب كتاب أعظم 100 فكرة لا صاحب البقالة جون أدير أهنيك لا خلوا عمر يا بندر خلوا عمر بجيك يا بندر بجيك خلاص الرنجر ودل الرنجر هذا ديل كارنجي اللي هو ايش حلوه كتابة التعامل مع الناس عارف الاسم غلط في اي عام تم بن سناء بناء سور برلين عام 1906 خطا 61
اصبر انا ما قلت شيء. انا بخلوه خلوه على كيف عنده خيارات تطلع الحين نقول خطا ثلاث مرات عنده خيارات تطلع بدي ابشر 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 اللي بيطلعوا لي شيء صعب اللي بيطلعوا لي شيء صعب طارش من هو صاحب الهجرات الخمس؟ خمس؟ عارفين انك ما انت لا 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 ما مركز لا لا صاحب عماير صاحب هجرات ثلاثة ثلاث مو بخمس يا حبيبي طيب دقيقة خلنا نشوف اختبر هو لا عارف السؤال انا يا ابو هجرات ثلاثة يا عمر دقيقة خلنا نعطي السؤال دقيقة بعد السؤال والله ما بيخلق اليوم خلاص شوي خلاص قلت هبدي من هو صاحب فكرة فانتروم ما في الأوروبية ما في فانتروم وشي فانتروم الأوروبي إلا فيه لا ما في إلا فيه علي فسلة زد رصيد لا ما في فانتروم فانتروم أنت بدي لو جيت كلمة صح بس دقيقة خلاص أنت بيض الله وجهك أوجه أنا خلاص ناجح توي ما قلت لك استلم وين وصلت لا عادي بنسألك من اللي وصلت ما شاء الله تبارك الله كلهم خطط ورقته صفرة كنا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله شو تخطط بها كلها تسألني الحين بغلط من هو فيلسوف الشعراء وشاعر الفلاسفة؟ بنجيك فيلسوف الشعراء فلا لا حاول مضلل بعد مضلل مضلل حاط خطين يعني مراجع يعني تراني ابو العلال ما اعرف يقول ما اعرف عارف طيب ترى هذا جاني في البرايم انا ايه ما هي اول معركه خاضها المسلمون؟ احمد بن هوشي أول معركة بحرية ولا وش؟ إذا بحرية ذات الصواري أنا أسأله هو لا هو يقول وش ما يعرف ما أعرف أنا ما أعرف صحيح بحرية ذات الصواري أنا كذا تعمدت إني أشيل البحرية أنا آسف أنا ماني مجاوب خلاص ما عدد أفراد فريق كرة اليد ولا دنطك دنطك 11 ناقص 4 11 ناقص 4 ناقص غلط لا غلط 7 7 هو قال 11 ناقص 4 إيه ما في من ضمن الخيارات غلط ما في أديك من ورا التريلات من ورا التريلات تطلع من ورا التريلات ما هي السورة التي تنتهي تبدأ بقسم وتنتهي صافات ها ها صافات ما ترى ما سمعته خطأ ما سمعته زين ما خطأ خطأ والله يحطك وزام الجعولي ما اسم سطح الطبقة الداخلية للجلد غلط غلط انت الوقت اطلع برا ماذا يسمى صوت الفيل خلاص خلاص نهيب ما عملت ال اطلع برا ما تستاهل ما تستاهل تعال وين تعال تعال بروح هناك تعال استغفر الله العظيم يا حبايبي يا سعد والله اني بنسى انا ما فتحت ما ذكرت انا خلاص بنسى دقيقه خلينا نشوف دقيقه متى تم بناء شو اسمه سور برلين سور برلين الصين اصبر اصبر سور يلا متى 2017 صح امداك والله غلط والله انه غلط 17 احنا الحين 17 يا نصاب كم قال هو كم قال 17 2017 غلط غلط لا لا غلط 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 لا تظلمون العجري انا سالني سؤال الثاني تشوفني اذاكر ولا لا من هو ما هي اول معركة بحرية للمسلمين غلط غلط كوكابورا يتم التسجيل أضخم طيب كاراكاتوا جزيرة كاراكاتوا كاراكاتوا في أي جزيرة تمت أضخم جبري جزيرة كاراكاتوا فرنسا اللغة الرسمية المكسيك
من مؤلف كتاب جدد حياتك؟ لسه والله ما جيت هذا. صغير الأرنب. خرنق. خرنق. دولة عملتها زلوتي. بولندا. سوات. ايوه هذا العنبر. يا شباب هلا، اتحداكم تكسرون القزاز. وشو؟ تعال تعال يلا يلا اتحداكم. تحداكم تكسرونها. تحداكم. دقيقة دقيقة. لقيت. ما شاء الله ما شاء الله، في ذمتك اشكالهم مع بعض. وش؟ بالله لقيت حل. في ذمتك اشكالهم، ما هو فانيلا وشوكولات. لقيت حل. لقيت حل. انت صاحب مطعم الناضج، انت صاحب جويلز، انا صاحب كردير. يلا. طيب. نطرح احنا التهاوش. يلا. طيب بس انا محل مقفل. الناضج اكله طازج. الناضج اكله طازج. الناضج اكله طازج. تعالوا عندي داخل. يلا. انا بحل. انت مشكله بينك وبين ابن دفنه وانا بصلح. انت حل المشكله. تعالوا اقلطوا علي. يلا. الناضج شكله طازج. الناضج يا يا ريان احمر يا ريان. ها كيكي كارديال 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 كارديال. سعاد سعاد كارديال. كارديال اكله مو حلو عند الناضج. كارديال اكله مش حلو. كارديال ساعات ما هو اكل. اوه اثار كرديال حق ساعات ما هو حق اكل، وانا احسبه منافس لي الناضج. افس افس افس. هذه ما اتفقنا عليها. يا سلام. محل ينظف محل ينظف محل. وينك يا اخي؟ انا مفروض ان عندي فضول. افتح محل زينك. ابن عمي علينا وندفنا. علينا. كيف حالك؟ باب الحاره. لا باب الحارة هناك. الله يجزاك خير. باب القرية. باب القرية. ابن عمي. لوط. تبرني. انطح فالك. انطح فالي فين؟ لا تعال تعال عمر 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 تعال امسك كردي انا بمسك الدخيل. تعال امسك كردي انا بمسك الدخيل. شو عطور يا حبيبي. اي صح خلاص. نظامة. هرب على الناضج هرب. واللي ما يذوق الناضج حياته ما هو طازج. شو رايك باللي حاصل هون؟ حياته ما هو طازج. هذا بدك نطقه؟ بدك نفرشه؟ ازعجنا يا الشيخ عبد الكريم. انت وشو؟ الشيخ عبد الكريم. الشيخ لا شكلان ما بحكي. اللي داشري شكلان ما بحكي. شو من دفنه؟ شو رايك بخليه شكل واحد ما بيحكي؟ والله خليه شكل واحد ما بيحكي. كلكم انا بخليك ما تحكي. جيتك ولك والله يا ابو. شو تقول؟ دقيقه دقيقه. لا لا ارجع 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 من انت مجنون. شو تقول؟ دقيقه 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 دقيقه. اتفقنا عليها. قلت لك قتل. لا تعبرني والله. مستر تبطي. شو انت فرحان انك بيض؟ خليه ابيض يعني. ابيض يعني بالشامي ابيض. بيض ولك خليه. ولك ولك خليه. ولك حارة الضبع ما حد يتقدم عليها. نوشي نوشي حارة الناضج. حارة الناضج حارة الناضج ما حد يتقدم عليها. ولك وفيصل ما بحكي حبيبي. ولك خليه. اي ولك خليه. اي شغف. شو لك؟ شو هالزلمه ماله؟ طلع له غماستك. اي ابتسم. ولك اي هو هيك رجال ولا بلا؟ خليه. لا ولك خليه. ما اتفقناش عليها. ما اتفقناش. ما اتفقناش عليها هذه. تعال تعال اصلح بيننا.
لك حبوب امسكوه ولا عزرة امسكوه ولا عجلدوه لك عرف لا والله ما عرف تصالح معه هذا نمر متوحد لا عرف لا والله لك عرف خليني ادخل بباب الناظر عرف ولك ولك حب صحيب اهلا صحيب 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 الحيب شبيب يعني شب بالله مالو ها مالو انا اللي صلحته والله شيخ الابيض مالك ليش انت ابيض منا لك انا اللي صلحته ليش انت ابيض منا انا حد اجمل منا وليش انت حارت الضبع وليش انت كل شيء انا حارت تخيل العود الدخيل ايش دخلك بينا ايش دخلك انا بدي اهديكو بدي اهديكو هديه كفار احنا بدي اهديكو هديه لا لا مو هدى مو هدى بدي اقرب لك هديكو لك بدي هديه شباب وينو فن المرمى فن المرمى سعاد تقبرني سلام تقبرني قربوا 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 طيبوا شكلين ما بحكي قربوا شكلين ما بحكي ليه السلام عليكم ورحمة الله انت من ايه العقيد مين العقيد الخرطي يا مرحبا بفنا اهلا اهلا يا الله هذه مش المرة عند هذا ها تخيل العود عنده كل شيء حلو هذا المعازيم يا زلمه ها هذا المعازيم انت زلمه افضل مغني انت زلمه صالح بدي اجيب الشبريه ما لقيتها شبريته بدي انا عندي شبريه صبر صبر انت بتقلب بدل شامي السوداني بتنام قدام المحل فاهم غلط انت اي هو تعيد على العموم كمل على مره اسكت اسكت تعبرني شو شو عندكم شكلي ما بحكي خليك ما بتحكي بالمرات ليه لساني ما تاخذها بدي اصل لك لسانه انا بتحرك عادي شوف لك شو تعال بس ما في حيله اي والله كم عندكم نوع عندنا الان اللي عندي هنا نوع واحد بس بالمحلات لا تكلمه لو سمحت لي ابو شال وابو شنب لا هذا ما اتفقنا ابو شنب ابو شاب ابو شال ابو شال هو اخ ابو شهاب اخ ابو شهاب ابو شهاب مات ما عندك خبر من العيد عم فكر ومعتز تعرف معتز وين معتز معتز نايم نايم انت نايم ولا هذا العود المثالي عندك طقوا اجلدوا لا 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 افرش لك اياه لا 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 مو هيك هذه خليني فق وجهه انا في ضيافتي بداخل ايش العطر هذا هذا يعطي كراون اسود لا اخر منتج لنا كراون فخم يعني ما يسوى ما يستاهل لا كراون كويس سعود الله وياك حتى الضرب استخسرت بي حتى الضرب استخسرت بي هذه ما يضبط احكي لا جد 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 لقيت 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 فكره عيال تبغون نلعب روح جيب شبريتي جيب شبريتك تعال تبغون نلعب تعال 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 تبغونا وش نسوي بجد جد جد ابي حاجه شكلان ما بحكي محمد عثمان تعال شكلان ما بحكي تعال قرب تخلصوا بندر اصلح تعال عمر عمر اصلح تعال تعال اصلح شامي اي تصلح بجد والله انا توقعت خوارك من الشام اي شكله حتى شكلك حتى كذا عادي صغير عيوني زرق تعال 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 اسمع الايام تغير تعال بندر بندر اللي جاوب ثلاث اسئله صح له مني اجمل عطر انا ادرك يا تخيل ابي اخذ منك هديه الفايز والله انت شكلك بتفلس الدخيل هنا سوي مسكت هنا 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 اجلس اجلس اخاف تضربني تقول انت ذاكر يلا يلا لا بعد شوي عقب ما تاخذ الهديه تعال بالدفعه تعال يلا هي شكلين ما بحكي يلا الفايز يلا هذا هذا لي هذا لا خليك هنا مكانك مضبوط يا انا داري مكاني مضبوط شكلين ما بحكي الجواب ثلاث اسئله له العطر قدرتي ليش قصير عند عمر ترى اللي يعطي الجواب عمر خلاص اعتبر بس ابدا من الصفحات الاولى بالنسبه لي يعني اربع لا يا حبيبي انا ما ذكر شوف انا ما ذكر قل لنا الله تكون الاسئله دينيه 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 وتكون عن الصحابة خلى على التواريخ عندك ولا اول سؤال ماذا كان يعمل النبي إدريس عليه السلام؟ أعوذ بالله منك إبليس أعطني خيارات طيب أعطيك خيارات هذا اللي يفكر فيها ما هي أي ما هي اللي بعد صعبة لا بدون خيارات بدون خيارات ما في لا يا أخوي أعطنا خيارات ما في خيار خيار خلاص
في مسابقة يا محمد ثعبان. أهنيك والله. في مسابقة. خلاص خطة. تبي تشارك حياك. بن دفنة. ما لي دخل، لا تتكلم يا محمد ثعبان. بن دفنة بن دفنة يا روح بن دفنة. لا 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 هنا هنا هنا. باقي لا أخسر. يلا. ما في خيارات ترى. يلا. حياك. حياك الرب. سورة من سور القرآن الكريم أطلق عليها قلب القرآن. شيرية. قلب القرآن. قلب القرآن. عشرة. تسعة. بيفوز بيفوز. ستة. خمسة. أصبر. خمسة. أربعة. ثلاثة. لا يجيك سؤال. اثنين. واحد. إجلس لما يجيك سؤالك. أنت. عبد الرحمن. ياسين. السؤال هنا. ياسين ما أعرفه ما تعرف. لا والله نسيتها. طيب السؤال عند بن دفنة. ماذا يسمى نقيض الجزيرة؟ عشرة. تسعة. النغرس. ثمانية. خطأ. دا الملوك. لا لا ايش دخل امه محيره ترى جواب خاطري يا اخوي سالته يا اخي ما لي سموش بحيره وش هو السؤال اللي هو ماذا يسمى نقيض الجزيره نقيض الجزيره ما هي دار نقيض نقرس يا جماعه حافس باين من الذي حاول عندك سؤال من الذي حاول قتل الرسول صلى الله عليه وسلم في شاه مسمومه في غزوه زينب بنت الحارث صحيح يوش لأنه مذاكر الدافور ما سألت بندرم لا سألت وجاوب وش سؤاله ما هي درب وار ما هي درب وار جهنم من ماذا كانت تعبد بلقيس عادي أنت ويا واحد ماذا كانت تعبد بلقيس ملكة سبا وقومها من دون الله شمس ما لي دخل خطأ إجابتك صح عليك نعديك لا سؤال ايش موجود اسمعك جاوبت لا بعدين معقول اغش عليه لحظه خلهم اثنين احنا اثنين يا يلا مجموعتين تعال احمد ادرس فايزين عليك فايزين عليك شوف لحظه هذا اسئله لا اتحداك تحدي ها اتحداك كم طيب ماكلين الكلام يلا يلا هنا يلا اول سؤال ماكل 10 ثواني اول سؤال ما الكوكب المحاط بحلقات من الثلج والغبار زحل صح السؤال الثاني الله اكبر تذكرون اللي كانت تجي على قناه الاولى ام سابق قضيب رمضان ايه سباق مشاهدين سباق مشاهدين يا قدمي قدمه زاحل ما اسرع النباتات نموا خيزران واحد واحد اوكي مالك كيفك واحد واحد احنا كوكب وهم خيزران تحطه واحد واحد خيزران مستكفين لا لا ابراهيم السادس ما يستوي هذا اللي دخلته انا الحقبه التي سبقت الاسلام ماذا تسمى جاهليه جاهليه اثنين سهله اين تقع اول بقعه تشرق عليها الشمس في الوطن العربي تحيه للعمان اثنين اثنين على تحية لعمان ما لا يسمى صوت الضفدع هذا هو عشرة تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة اثنين واحد نقيت كم هنا ثلاثة ثلاثة قوية علي ثلاثة اثنين ثلاثة اثنين وش سؤالك؟ نفس سؤالكم تحول لنا وكيف جاوبوا انه احنا ما جاوبت انا ماذا يسمى بيت النمل؟ كوخ كوخ بعين اصبر سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين قوم الترى قرية قرية يعني احنا نمل ترى المطر احنا نمل كيف؟ والله شكلك نملة عندك إن جاوبت السؤال خاص بستو لا صبر لا أدخلك ما الدولة العربية التي يمر بها خط الاستواء صمال صمال أنت عطنا طريق لا 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 أدخلك لا 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 إيش الغش إيش الغش سموش 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 غشاش دقيقة عطني إياه دقيقة هذا مقدم مني ومن إخواني من الدخيل لك لما أمي الله جزاك الله خير استاهلوني 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 غير باقي عطى هدية الحين للحالة والبندر والله يستاهل جزاكم الله خير عطوا معطر براون براون هو اسمه صح؟ براون شو لا وين؟ عطر جديد هذا وين براون؟ طيب وين هذا جديد هذا؟ فكك خلينا نشوف وين في له في الأرض هنا شيء؟
لا انا انا بيشز ما بي ابي ابي نوار عيد عيد الاسئله دخيل انا يا مقدم مني لك يا عبد الله بهدي بهدي عطري شكرا لك والله اني اتقبلها منك شكرا بهدي عطري لك ها عطري بهدي وليش تقول لك كذا كانك تستحقار لي والله شكرا شكرا دخيل شكرا دخيل سالون 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 طلعت العجبة عرجته يا ولد عرجته والله خدود يستوين حمار هذا هذا في منو امي ماذا اسمع ليش يقول وش انا وش باكر سام سام انا وش انا وش ابو من ابو حسام حبيبي لا انا انت ابو غمازه الله حتى الانسان من الله تثاقبه موجود اطرمي امي كم هواها اشتاق لمرآه عشان تطلع غمازه ثانيه لا هنا هنا عليك موجود هذه هدية ما تخيل لأمك الله يطول عمرها إن شاء الله يجزاك بخير تستاهل الطيب عبد الله خلك عطر أنت العجيبة هذا هذا في بلا أرض أمي نشوف هذا نجرب على فواكه على فواكه؟ يعني جوعانة تعطر منه شكلان ما بحكي شكرا جمهور عبد الله الله جميل اوه حلو والله خلاص ايه والله حلو يا شباب اذا حد يريد فواكه عندها نقص فاتمين دال عطر فواكه بسألك سؤال بنقصد ومثلك لم تلد الامهات ولو عاش كل عندنا يحب العد فتى ولو ومثلك لا تلد ومثلك لم تلد الأمهات ولو عاش كل فتى ألف عام يا سلام ها ومثلك لا تلد الأمهات ركبنا ركبنا شباب 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 أصوات ركبنا ركبنا شباب تعال تعالوا ركبوا كلكم كلكم شباب 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 شغل شغل يا منيب يا منيب دقيقة 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 خمر يلا شغل حدوني شغل حدوني تحرك لين يشغلونا لا تحرك لا تحرك لين يشغلونا شغل حدوني حدوني يا شباب يا اخي احترموا مشاعرنا لا لا شغل حدوني هنا هنا لا لا وقف لا وقف وقف حدوني يا بسام بسام بيركب بسامي بيركب وقف 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 يلا روح روح يا إدارة إذا ما شغلتوا حدوني بندخل السيارة عليكم كفو في الإعداد روح روح دخل السيارة عليهم لا هد شوي خلنا ومثلك يلا واحد اثنين هلاية واحد الله لا اله الا الله اثنين حادوني على ركب الغمرة وانا ابغي فوق ابي مقدم الصندوق ولا على الزلة حدوني على ركب الغمرة وانا ابغي فوق ابي مقدم الصندوق شباب شباب شغلوا علشان فيديو كليب تتحول نخدم محمد مسعود يلا شغلوا حدوني نخدم محمد مسعود محمد مسعود معي دفتر الرخصة وانا ما عارف تسوق يا اخي حدوني يا حدكم اللي ما يحده انا اغني لين اودع القلب فيه فتور
علشانك 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 اطلب اطلب علشانك علشانك حق حق محمد مسعود اي علشانك علشانك عموك يا اخي ايه اللي على لحن اشتاق ما ادري مشتاق ايه حقت معاذ الجمال يلا علشانك ودي انا علشانك يلا اسمع اسمع نحط فيها بخور هذه بخور 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 اصبر اصبر جيب بخور جيب جيب عودة شغل علشانك يا ولد بخور خلينا كلها قرطيس اركب طيب انت شنو يشغلونا ما تقدر تولى فيها هذه ليه ما تقدر طيب ما تقدر فيها الثانية احسن يلا يا ولد عندنا مغرب ما وصلنا هذا تحط فيها محمد تحط فيها عمري ملحم وتمشى بها عمري ملحم تعال تعال هني كرسي لك عمري ملحم عمر عمر تعال تعال يا ابني من راكب هنا الطير تعال تعال راح اشوف الو العداء وين راح عادي تسوق السيارة هذه اوتوماتيك هي ولا عادي حسسني يا ريال حسستني انك راكب روز يا عمري ملحم يوم ما ترد علينا تراك راكب جيم سنت انكح و انتظرك ساعة من اليوم لا 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 تمسكوا زين لا امشي يلا امشي يا عمي يلا يلا وش اسمه علشاني علشاني خلص ابوه تباخر اي شغل شغل على عشان بغير ريحه الغرب شغلوا فكره حلوه والله شغلوا ريحه القريه اخرب اخرب القريه 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 طال عمركم بينها رصيدك دلا 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 زيد زيد رصيدك 7 نبغيهم يستمتعون بريحه القريه والله والله انك كفو يا عبد الله حقة المسعود حقتي كلماتي علشانك اللي حقة محمد المسعود اللي تا علشانك على اللي هو معاذ وراجح لا تفضل يا اداره يا اداره مضيعين فضحتهم ما يدرون وش يا شباب بس هو مش الحشر اللي عليك سبحان الله كوبي ما طاح شوف هذا من زودة رساوة تمشي ما شاء الله صديقتها صديقتها الفراشة ما تنزل إلا على ورد سبحان الله يا ولد يا ولد الفراشة ما تنزل إلا على ورد الورد أنت يا فراشة وقعت عليه هذا هو ورد ورد فاسد ورد فاسد ورد ورد بسنون جميلة والله سنون كنا حلوة حتى لو قايم من النوم سبحان الله أنا استخدم فرشة معجون ومسواق وهي هي ما تتغير قاف من معيز شقاني سراني القاف سراني قاف عظيم مثل شانك شوقت ريح البلحونك يا راجح وباح مكنونك وبغصت عير على شانك قاف من معيز شقاني سراني القاف سراني قافك عظيم مثل شانك شوقت ريح البلحونك يا راجح وباح مكنونك وبغصت عير على شانك عشانك عشانك وعلى الصوت بها فاخر مبدع عظيم من الاخر ويا خلي جينا على شانك ويا خلي جينا على شانك أذكرك وأذكر سواليفك اللهم اجمل توصيفك عود على شاني وشانك أذكرك ما تعيش من دوني وش جاك مظنوني يا خلي عمري على شانك بصتي وش فيك تتزاني عيني غدت كأنها مزاني جرحت خدي على شانك أبغيك ما بغي أحد غيرك من شعري تحت تأثيرك والحب مخلوق من شانك شانك من شانك في صدري وعيني العبرة والقلب منك ما صبره يمكن تراه جرك ما شانك يمكن تراه جرك ما شانك ما استعن بالله وعود عود على الخلي معود وابشر بنفسي بدا شانك يلعن قعودك ما لو
جوال ولا تصدق يقولون مقوال هرج العذل متعب انشال ولك مني يبقى على عهدي على الوفا باقي ودي بالحب وافي علشانك وانا على طبعي الطيب شمالي لا جاك الصيب اهديت قلبي لكل شانك شانك لكل شانك اذكرك واذكر سوالفك الله ما اجمل تواصفك عود على شاني وشان اذكرك واذكر سواليفك الله بجمل توصيفك عود على شاني وشانك اذكرك ما تعيش من دوني وش جاك مظنوني يا خلي عمري على شانك بصدي وش فيك تتزاني عيني غدت كانها مزاني جرحت خدي علشانك ابغيك مبغي احد غيرك مشاعري تحت تأثيرك والحب مخلوق من شانك شانك من شانك في صدري وعيني العبره والقلب منك ضا صبره يمكن تراه جرك ما شانك يمكن تراه جرك ما شانك مارست عن بالله وعود عود على الخلي معود وابشر بنفس بدا شانك يا العنق عودك مالوال ولا تصدق يقولون مقوال هرج العذل متعب انشانك ولك مني يبقى على عهدي على الوفا باقي ودي بالحب وافي على شانك وانا على طبعي شمالي لا جاك الصيام اهديت قلبي لكل شانك شانك لكل شانك عيد والله والله تبون صدق والله شيله قاعد والله شيله قاعد امسك البخور يا ولد ماسكها ماسك لا من اللي ورا عند البخور البخور من اللي ورا هناك سالم امسك اسمع امسك البخور امسك يا عيال وش عيب بخور صغير بخور كبير امسك كبير ماسك امسك يدك هنا دقيقه امسك يدك هنا امسك يدك هنا دقيقه يلا اها اسلم اسلم فيكم شيء طاح طاح يا عيال طاح اجاك شيء ولد ولا لا طاح طاح قول بسم الله قول بسم الله حزت القلب قول بسم الله قول بسم الله ويرش تمسك يا اخي انتبه امير في شيء الان وش اللي يجى والله البخور بغير اللي اقسم بالله النفس عندك والله يا بغير اللي والله شغل عشانك الله يرحم والديك عشانك مرض امير خذ حالك ظهره والله الله سلم البخور ويرش ريحته والله قويه ننطح سام يجيك شيء انت الحين ننطح لجنبك ها ها لا ما له ان شاء الله لا بس ايش شيء انت؟ لا لا ان شاء الله امور زين ها؟ راح اطيحها قويه والله تحس بشيء؟ ها؟ تحس بشيء؟ الله يهديه لا خلاص امور زين والله اني شكيت يوم ساق عرفت انه بتسوي لي من اللي ساق؟ مني وقفت شوي والله ما فيك شيء انت؟ يدك اوه اصابه ثانيه شيء والله انت شيء هلا دي 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 شيء غير يدك والله كسرهم من ايش في شيء والله الدكتور وين لا لا بسيطه بس بسيطه أيوة. بس لا لا اصابتين يده وظهره ذاك ما ادري ايش لا تكفى ما له من طاح من ينطاح من البدري يمين ولا يسار طحت؟ لا من ورا من ورا من ورا بشر من ورا. من ورا. حط له تقعد يمين. تعال تعال. آه بروح. لا هنا. شيلك؟ لا بروح. تعال. وانت ايش؟ آه حول ولا قوة إلا بالله. بس بس بس. طيب قم 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 طيب قم قم معي قم رجلك ما بها شيء إن شاء الله قم قم ادخل عندي طويرش طويرش ودو ودو انت على جنبك انت طيب على جنبك شوف 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 لا ان شاء الله ما عليه ان شاء الله الحمد لله شيلك شيلك سم 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 امشي مستشفى ورا لا 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 سلم
هذا هذا يطح ريده ذا. طيب ماسك في شيء الحين. رد له ويده رد له ويده. ادخل 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 ادخل. ها داري في تله متجود. ها؟ ها؟ طاح بس هو. الوجهك وين؟ يدك من هنا ولا من هنا ولا ايش وضعك؟ ها؟ والله ما يولي بغى يطيح طيح وانا امسك ابوه شفتني وانا امسكه لا 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 يدي رجلك ها؟ قدام الناس ما طف 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 بس شوي رجلي رجلي اليسار هذه شوي طيب شوي بس دانا ان شاء الله ما ابي اخلاف ما ابي اخلاف ان شاء الله ان شاء الله بالراحه دقيقه بس شيلك لا 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 صدق لا لا بس اصبعي اليسار هذه رجلك فيها شيء بعد صح؟ اي رجلي توجعني شوي بس معك نفضه؟ اه شو شو يعني شو شو يعني شوف طويرش لا لا بس ان شاء الله بس ترى ظهره مو زين ها ظهره مو زين لا لا مريح خلنا اسرع اسرع ان شاء الله ان شاء الله طيب عادي عادي بك شلون؟ ها شلونك انت؟ لا انت تعبان صح؟ ها؟ لا انت تعبان صح؟ ايه ما طحت هذا يا حبيبي يا زكي انا بس قاعد اروح انا والله اني اشتري عليك بس باوع جالسه بلد امسك البخور بسيطه 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 جدا والله اني انا خفت عليك ما شفتك طحت اول ما شفتك طحت الا هذا وراك طاب انا ما دريت عنهم اصلا طاب سهلات ان شاء الله ورمت انت شلونك؟ والله صدق اذا ما في ورمه انت طحت على وين؟ انت من هنا؟ هنا في؟ هنا في شيء؟ والله طيب هنا؟ اي شو؟ هنا في طيب طيب رب رب هنا؟ لا هنا ما في؟ ما دام ظهر جاكي سالم ويده مكسر سالم من الكسر بسيط هنا في؟ وانت طالع عمرك ما في شيء ترى بسيطة لا ما صار ما في هنا؟ لا لا بسيطة ان شاء الله بسيطة لا 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 بسيطة ان شاء الله هنا؟ بعد المشكلة اني خايف يضيق صدره بعد هنا في هذا طيب يضيق صدرك بعد ترى بسيط لا لا والله هو بيني وبينكم انذر قد اعذر من انذر قال لكم تمسكوا تمسكوا يا شباب اني سمعته واني تمسكت والله تدري هذا لي نياتك فينا في العطور نزلت فهمت والله البخره ذي كبيره وش تطيح ايوه عشان كذا اقول امسك البخره وامسك الحديده وصي كذا كذا يا وصلت يا باتمان انت يا بدمان يا بطل اللي مسكت المدخنه تعال جاك محمد عثمان مان محمد عثمان ما كسب شيء شفت كذا والله بطل بسيطه بسيطه يا بسام بس شد على رجله بخير كاطفي كم ب 5000 قالها اول شيء مرتين كيف بوم بوم اتصل لك غراض في الصندوق ان شاء الله مشيت بسرعه الناس تكسروا يقول انا جلست من النوم الناس تكسروا هذا توك بس صحيت ام ساعد انت بس صحيت صحيت ما سويت شيء اقعد اقعد لا لا بسيط ان شاء الله ان شاء
شاء الله انت كسرت ام الدنيا سعد ايش سعد نوم الظالم عباد ارجع رجع عفوا ارجع ارقد لا 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 لان لو كان في كسر كان بدفنا يعني هو يحرك اي بس يرفع بس بسيط لا لا احد يريد لا لا ايش يقول على اساس ان احزام الامان او فيصل قاعد يجيبك ها صدق اني احبك جاكي وجه لكن جاكي والله القراد تعال يا جاكي يا تطلع تطلع ولا ابن عمك اذا في شيء فهو على جاكي عرفت تعور اي لانه هو اللي يمكن شفته تعب لكن اموره زينه خلاص اي الحمد لله كان امورك زينه راسك سلم وقال راسك والظهر لا أنا سلم الاول راسك سلم اي والله رام شيء الراس لا انا ما ادري مني صوتي يقول جاك طاح على راسه قال لي من اللي جاء واحد دعاني من العيال قال لي جاك طاح على راسه قلت طاح على راسه بس لاني شفت طيحته انا تساعده ما شربت منه شيء مش البائع والله الشاي قهوه يا بعد راسي مشمش رزقك رزقك سليم بس بحط اغراض انا الحمد لله حرام عليكم النعول تقطعت بشر بالملاعب بشر بالملاعب بس بعد ثوب اللي عند ملاعب بشر بالعوض ابشر بالشمال وابشر كيف بس سكر سكر استعرض اكثر سكر سكر تعال سنا الغرفه نسدح شوي ايش رايك تكفي شغل جديد جد ما في شيء والله ما في شيء يصير ما في شيء انا قمت من الحر من الالم ورحت له على طول قلت لا تخوف امك عشان كذا هو ما بين للناس ان في شيء رضات خفيفه ان شاء الله انت عندك الام غير اليد والرجل الحوض لا انا ظهري من اول يوجعني في عندك الم ظهر اي من اول استمر معك الالم كم ساعه من اللغة الرسمية للمكسيك أسبان ما الغزو التي تجمع في قبائل الحرب واليهود ضد الرسول صلى الله عليه وسلم على الأحزاب اللي هي الخندقة ما هو فن البانتو معي تنفيذ الصامت ما هي المادة التي يتم إضافتها للماء لوقاية الأسنان من التسوس والوريديا ما أكبر معرض الفن التشكيلي في العالم مالينيا بيناني في فينيسيا معرض بيناني في فينيسيا معرض بين بينالي في فينيسيا من الملقب برأس الملك حنظلة بن عامر حنظلة بن عامر ما اسم صغير الحصان ما اسم صغير الحصان النار ما اسم صغير الأرنب خرنق ما الدولة التي عملتها زلوتي هل هي بولندا ما هي الدولة التي عملتها زلوتي هي بولندا ما هما الخافقان المشرق والمغرب ما مخترع محرك البخاري جيمس محرك البخاري من أي جزء من أجزاء الحوتي خذ العنبر من أمعاء الحوت كيف يتمكن تعالى من افتراس القنفذ رمي في الماء بيحتاجه إلى مياه النهر يحرجه إلى مياه النهر ماذا تعني كلمة الكاراتيه اليد الخالية ماذا يسمى صوت النحل دوي الوهم نصف الداء والاطمئنان نصف الدواء والصبر أول خطوات الشفاء علي بن أبي طالب ابن سينا من آخر غزوة غزاها الرسول صلى الله عليه وسلم
أي جزيرة تسمى في أي جزيرة تسمى في أي جزيرة تم تسجيل أضخم انفجار بركاني في العالم؟ كاركاتو كاركاتو كرا كاتو جزيرة كرا كارا كاراكتو كاراكتو. أين يوجد قصر فرساي فرنسا؟ ما اللغة الرسمية المكسيك أسبان؟ ما الغزوة التي تجمع فيها قبائل العرب واليهود ضد الرسول صلى الله عليه وسلم وسميت أيضا بغزوة الأحزاب اللي هي الخندقة؟ ما هو فن البانتومات التمثيل الصامت؟ ما هي المادة التي يتم إضافتها للماء لوقاية الأسنان من التسوف الوريدية؟ ما أكبر معرض الفن التشكيلي في العالم؟ أقل حركة تعلمها تحرك تحرك هنا في شيء لا 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 رجلي تك عليه رجلي تك عليه ألم على فيها نغز ها؟ الألم هذا طبيعي أنا بطيح أنت تحت لازم يكون فيه طيب في هذه اللي النقالة ما أدري شو اسمها النقالة عندي 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 في الغرفة عندك؟ أنا كان عندي واحدة بس أعطيتها واحدة من عندي في الغرفة شيء موجودة عندك؟ خلاص خلاص عندي عندي في الغرفة عندي في الغرفة الحين باخذ لك كلمة الإعداد يكلمون أمك يعطيك جوالك تكلم أمك لا لا أنا أنا شوف الحين كيف؟ خلنا ندخل جوا بندخل داخل سلمت دكتور ترى تلذعني رجلي في ألم؟ لا دا اصبر عليها شوي اصبر عليها انسدح هو ألم ألم انكسر يتحدد بعد كم ساعة إذا ما زال ألم سلم. هو اطلع سوى شعة ما تشوف شر الله يجي ها؟ لا بنجيب له غدا في الغرفة أمم عقولة اليوم كامل يا الله لو طاح الشباب كله الله يسلمك إن شاء الله يجيك إن شاء الله بسيطة لا 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 عشت الله يسعدك بسيطة بسيطة قاعد نكتة يضحك هذا عادي عند مساعده الحمد لله يا رب قلبه شيء يا ريت قلوب الناس كلهم مثل مساعد اي والله يا ريت قلوب الناس كلهم مثل مساعد بسيط بسيط لا ادري ما اتذكر الطيحه ما هو فن البانتوم ماي تمثيل الصامت ما هي المادة التي تم إضافتها للماء لوقاية الأسنان في التسوس الفلوريديا ما أكبر معرض الفن التشكيلي في العالم معرض بيانالي في فينيسيا بيانالي بيانالي معرض بيانالي في فينيسيا ما الملقب برسم الحنظلة ما اسم صغير الحصان المهر ما اسم صغير الأرنب خرنق ما الدولة التي عملتها زلوتي هي بولندا ما هما الخافقان المشرق والمغرب من مخترع المحرك البخاري جيمس واط من أي جزء من أجزاء الحوت يأخذ العنبر من أنواع الحوت كيف يتمكن الثعلب من افتراس القنفذ بدحرجته إلى نهر الماء إلى مياه النهر عفوا ماذا تعني كلمة كارته اليد الخالية ماذا يسمى صوت النحل دوي الوهم نصف الدواء داء والاطمئنان نصف الدواء والصبر أول خطوات الشفاء بن سينا من آخر ما آخر غزوة غزاها الرسول صلى الله عليه وسلم احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان الإمام الشافعي من هو العالم الذي ارتبطت قصة حياته بالتفاحة؟ نيوتن ما هي المادة التي تشعل عود الثقب؟ فوسفور ما الفاكهة التي توجد بذورها على قشرها؟ قشرتها طيب ما هي الجزيرة الملقبة بجزيرة الجمال؟ جزيرة كوريسيكا ماذا يسمى صوت الماء؟ غدير خرير خرير الماء ما أكثر الدول إنتاجا للحرير من دون
في من دودة القز الصين والهند. ماذا يعني عصامي؟ بين يبني نفسه بنفسه. ما هو الفيتامين الذي يؤدي نقصه لمرض العشاء الليالي؟ إيه؟ ما هي عملة البانيا لك؟ أين أنشئت أول حديقة حيوان في العالم؟ في الصين. من هو الرجل الجح الكريم؟ ما هو النهر الذي يجري في روسيا الأوروبية ويصب في بحر الأسود؟ الدنيبر. ما أسرع نباتات نمو؟ الخيزران. ما المتحف الإسلامي الذي فاز بجائزة آغا خان لجمال تصميمه؟ متحف قطر الوطني. ما هي الدولة التي تتبعها جزر كناري؟ إسبانيا. ما هو الطائر الذي يضرب به المثل في الغباء؟ ذكرهم بحبار. في معركة استشهد عبد الله بن رواحة؟ ما هي سورة الفرائض؟ سورة فريضة. احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغ أنك إنه ثعبان. من هو العالم الذي ارتبطت قصة حياته بالتفاحة؟ إسحاق نيوتن. طيب ما الفاكهة التي توجد بذورها على قشرة الفراولة؟ ما هي المادة التي تشعل عود الثقاب؟ فوسفور. ما هي الجزيرة الملقبة بجزيرة الجمال؟ كوريسيكا. ما إذا سمى صوت الماء خرير؟ طيب ما أكثر الدول إنتاجا للحرير من دودة القز؟ الصين والهند. ماذا يعني عصام يبني نفسه بنفسه؟ ما هو الفيتامين الذي يؤدي نقصه لمرض العشاء الليالي؟ اللي هو فيتامين اي الف. ما هي عملة البانيا؟ الليك. اين انشئت اول حديقة حيوان في العالم؟ في الصين. من هو الرجل الجحجاح الكريم؟ ما هو النهر الذي يجري في روسيا الأوروبية ويصب في البحر الأسود؟ نهر الدنيبر. ما هو النهر الذي يجري من روسيا الأوروبية ويصب في البحر الأسود؟ نهر الدنير. ما أسرع نباتة نمو الخزران؟ ما المتحف الإسلامي الذي فاز بجائزة أغا خان لجمال التصميم؟ أين تم تسجيل أضخم انفجار بركاني؟ أضخم انفجار بركاني؟ جزيرة إيش؟ أصبر، جزيرة كلو. ها؟ كلوروكيا. كاراكاتوا. كاراكاتوا. ها؟ كاراكاتوا. إيه كاراكاتوا. إيش فيه؟ ها؟ طيب متحف قطر الوطني. ما هي الدولة التي ما الإسلام الذي فاز بجائزة ما هي الدولة التي تتبعها جزر الكناري؟ إسبانيا. ما هو الطائر الذي يضرب به المثل في الغباء؟ الحبارة. في أي معركة استشهد عبد الله بن رواحة؟ موتة. طيب ما هي سورة الفرائض اللي هي نساء؟ احفظ لسانك أيها الإنسان لا يندغ أنك إنه ثعبان الإمام الشافعي. ما هو العالم الذي ارتبطت قصة حياته بالتفاح إسحاق نيوتن؟ ما هي المادة التي تشعل عود الثقاب؟ فوسفور. ما ذاك التي توجد بذورها على قشرتها؟ فراولة. ما هي الجزيرة الملقبة بجزيرة الجمال؟ كوريسيكا. احفظ لسانك أيها الإنسان لا يندغ أنك إنه ثعبان الإمام الشافعي. ما هو العالم الذي ارتبط قصة حياته بالتفاح إسحاق نيوتن؟ ما هي المادة التي تشعل عود الثقاب؟ الفوسفور. ما الفاكهة التي توجد بذور على قشرها؟ التفاح. ما هي الجزيرة الملقبة بجزيرة الجمال؟ كوريسيكا. ماذا يسمى صوت الماء خرير؟ ما أكثر الدول إنتاجا للحرير من دودة القز؟ الصين والهند. ماذا يعني عصامي؟
نعم يبني نفسه بنفسه. ما هو الفيتامين ما هو الفيتامين الذي يؤدي نقصه لمرض العشاء الليلي؟ العشاء الليلي ألف. طيب ما هي عملة ألبانيا؟ الليخ. وش فيه؟ أين أنشئت أول حديقة حيوان في العالم؟ في الصين. ما هو الرجل الجحجاح الجحجاح الكريم؟ ما هو النهر الذي يجري في روسيا الأوروبية ويصف في البحر الأسود؟ دغنا شيء خله يستريح. وين راح؟ بيروح المستشفى ولا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد لا إله إلا الله أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حق لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة.